كلية. دخلنا تقديم للجامعات تقديم مباشر حجز مقعد. نعم. والكلية قالت لك أنا بعد لا هتكفل بموضوعك باعتبارها هي بعد جهة ومدعومة من قبل وزارة التعليم. نعم. يعني أنتوا لما قدمتوا عرفتوا أنه معترفين بهذه الجامعة. معترف داخل الجامعة. طبيعي الأمر. طبيعي الأمر. نعم. والتقديم بعد هو المسؤولين داخل الكلية يقول لك أنا أقدم لك شنو اللي إجراءات الجهة المستمسكات. نعم. حتى تقدم عادي. نعم. قدمنا بالمرحلة الثالثة من طلق الوزير الامتحانات الوزارية صدر كودات وزارية احنا 3000 طالب اللي مقبولين مباشر داخل الكلية. نعم. ما صدرت لنا كودات. نعم. بعد معاناة ومظاهرات مستمرة دائم مقابل الوزارة انطلقت الكودات الوزارية. امتحنا وزاري بس اللجان المسؤولة عنه اللجان المسؤولة عنه مثل كل جامعة لها توأمة داخل الجامعات الحكومية حجبت الدرجات الوزارية للطلبة اللي هم اللي مقبولين مباشر. نعم. وإحنا ظلينا معلقين يعني لا استلمنا درجاتنا ولا عرفنا أنفسنا ناجحين ولا. شو تقصد بقبول مباشر يعني؟ القبول المباشر يعني تجي تحجز مقعد. نعم. داخل الجامعة. أي. والجامعة هي تتكفل بتقديمك عن طريق البرنامج الإلكتروني. آه. لوزارة التعليم. هي هذه الآلية للدراسة بالكليات. هاي القديمة اللي كانت في 2019. هسه هاي السنة الحالية. نعم. اللي انطلق بها برنامج وزير التعليم انطلقه. إحنا سنتنا ما بها برنامج. زين. مال تقديم إلكتروني. نعم. فالمشكلة صارت بداخل الجامعة الطالب مو طرف بهاي المشكلة. لا طبعا. ليش يتحمل هاي المسؤولية؟ هو اصلا قانون 25 بوزارة التعليم هو ينص لا يتحمل الطالب ما اقترفته الكلية والوزارة من اخطاء. زين عباس انتو 3 سنوات تدرسون وتدفعون اقساط. تدفعون طبعا. غير؟ ندفع اقساط مستمرين بالدوام. ايش قد القسط السنوي؟ انا القسط السنوي مالته 3 ملايين. عن يا كلية؟ تحويلات اوكي. أشعة وسونار. أشعة وسونار. زين 3 ملايين بالسنة. بالسنة. المرحلة الأولى طبيعي. المرحلة الأولى طبيعي، الثانية طبيعي. الثانية طبيعي. بالثالثة. والثالثة وقفوكم. بالثالثة مو توقفنا، وإنما الكلية تقول ليش باشر بالدوام. باشر بالدوام. أي. بس صدر كتاب. أي. يوم 25/7 عن طريق وكيل الوزير حيدر عبد الظهد. نعم. وبإشراف مدير التعليم الأهلي دكتور فارس. نعم. صدر كتاب تجميد طلاب كلية السلام عن الدوام. جميعهم؟ جميع 3000 طالب. ها جمدوهم عن الدوام. يا با شنو السبب ليش تجمد الطالب؟ شنو مسؤولية الطالب؟ ليش تشي؟ زين. يقول لك والله الطالب ما له أي ذنب بالموضوع. أي؟ بس هذا من صالحه. وإحنا ما قاعد نشوف يعني شيء هذا من صالحنا. اليوم أنا لا متوقف عن الدوام. شنو اللي هو من صالحك؟ يقول لك من صالحك أنا راح أشكل لجان. نعم. حتى ينحل الموضوع. اللي هو أي موضوع؟ موضوعنا مال القبول المباشر. طيب ولكن انت مالك دخل. انا مالي دخل بالموضوع. اكو طلاب خريجين مرحله رابعه. نعم. يجي يستلم وثيقه ما راح يستلم وثيقه. زين هذا هم شنو ذنبه؟ شنو لعد موضوع انه استلام الوثيقه مقابل مبلغ مالي؟ شلون يعني؟ يعني على اساس يدفع فد مبلغ وياخذ الوثيقه مالته اكو هيك شيء؟ سمعت هو مو دفع مبلغ مالي لعد شنو؟ وإنما عن طريق جهات يعني خاصة. أي. يقول له أصعد اسمك مثل لفلان جهة وزارية. نعم. مثل للوزارة التعليم وتعطيني مبلغ مادي. ها هيك يعني صار شلون التكدلات أحزاب بداخل الجامعة. زين. حتى عن طريق جهات خاصة نصعد أسماءنا للوزارة.